في شبكه بناء نكتب على راس الاب الاول بشكل افقي، على راس الاب الثاني بشكل شرقي او عمودي، اي اعراس على راس الجيل الاول اربع اعراس والاربع اعراس الاخرى كتبت بشكل عمودي. الان نبدا بالتهجين ضرب الاعراس، ربع ضرب ربع اولا واحد على 16، نضرب الأليلات مع بعضها، كل أليلة عند قرينة، واي كبيرة واي كبيرة آر كبيرة آر كبيرة، النمط الظاهري آر كبيرة آر كبيرة مرساة، واي كبيرة واي كبيرة صفراء، هاي واحد على 16 مرساة صفراء. العروسين اللي بعدهم ربع ضرب ربع واحد على 16، يعني كل مربع اختصار هو واحد على 16 نسبته، واي كبيرة واي كبيرة آر كبيرة آر كبيرة آر صغيرة، أيضا مرساة آر كبيرة رجحة على آر صغيرة وصفراء اللون. واحد على 16 أيضا واي كبيرة واي صغيرة آر كبيرة آر كبيرة أيضا مرساة صفراء. واحد على 16 الأخيرة في هذا السطر واي كبيرة واي صغيرة آر كبيرة آر صغيرة أيضا مرساة آر كبيرة راجحة على آر صغيرة وصفراء كون الواي صغيرة راجحة الواي الواي كبيرة راجحة على الواي صغيرة أصفر راجح على الأخضر. السطر الثاني واحد على 16 واي كبيرة واي كبيرة آر كبيرة آر صغيرة أيضا مرساة صفراء. نتذكر الجيل الثاني في تجربة ماندل 9 على 16 مرساة صفراء، يجب أن يظهر 9 على 16 مرساة صفراء هنا في النتيجة، و3 على 16 مرساة خضراء، 3 على 16 مجعدة صفراء، 1 على 16 مجعدة خضراء. ال1 على 16 واي كبيرة واي كبيرة آر صغيرة آر صغيرة، هذه سلالة جديدة آر صغيرة آر صغيرة أي بذور مجعدة واي كبيرة واي كبيرة صفراء. قلنا من هذه السلالة سيظهر نسبة 3 على 16. 1 على 16 واي كبيرة واي صغيرة آر كبيرة آر صغيرة أيضا مرساة صفراء. 1 على 16 واي كبيرة واي صغيرة آر صغيرة آر صغيرة أيضا هذه تركيب جديد مجعدة آر صغيرة آر صغيرة وصفراء واي كبيرة واي صغيرة. السطر الثالث واي كبيرة واي صغيرة آر كبيرة آر كبيرة أيضا واحد على 16 وهي مرساة آر كبيرة آر كبيرة وصفراء واي كبيرة واي صغيرة. واحد على 16 واي كبيرة واي صغيرة آر كبيرة آر صغيرة، اصطلاحا دائما نكتب الحرف الكبير قبل الحرف الصغير مثل الأليلين المتقابلين، نكتب القبيل كبير قبل الصغير. أيضا مرساة صفراء. واحد على 16 واي صغيرة واي صغيرة آر كبيرة آر كبيرة، هنا الوضوء أيضا سلالة جديدة آر كبيرة آر كبيرة مرساة واي صغيرة واي صغيرة خضراء. أيضا من هذه السلالة سيظهر ثلاث تراكيب أو ثلاث أنماط أي 3 على 16. واي صغيرة واي صغيرة آر كبيرة آر كبيرة أيضا واحد على 16 أيضا هذه النباتات أيضا مرساة آر كبيرة آر صغيرة وخضراء واي صغيرة واي صغيرة. السطر الأخير واحد على 16 واي كبيرة واي صغيرة آر كبيرة آر صغيرة أيضا مرساة صفراء. واحد على 16 واي كبيرة واي صغيرة آر صغيرة آر صغيرة، هنا التركيب الثالث مجعلة صفراء مجعلة صفراء، هي الثالثة أيضا آر صغيرة آر صغيرة مجعلة واي كبيرة صفراء. واحد اثنين ثلاثة صفراء، ثلاثة على 16 مجعلة صفراء. واي صغيرة واي صغيرة آر كبيرة آر صغيرة أيضا واحد على 16
هي ايضا التركيب الثالث من ساء صفراء من ساء اركيلي واي زيرو وزير خضراء عفوا خضراء 1 2 3 من ساء خضراء 1 16 الاخيره ملاحظ واي صغيره واي صغيره ار صغيره ار صغيره الصفتان المتنحيتان وهي مجعده مجعده خضراء 1 16. لو عدنا لتجربه ماندل راينا النتائج كما ظهرت معنا الان. نعد المساء الصفراء 1 2 3 4 5 6 7 8 9 مساء صفراء 3 مجعده صفراء 3 مساء خضراء و1 مجعده خضراء. هكذا نكون حولنا تجربه ماندل الى التحليل الوراثي واستخدام الرموز الوراثيه لنحل مساله الان تشبه هذه المساله او نحول هذه المساله اولا الى نص ونحل لنرى كيف ياتي نص المساله في الامتحان ثم نحل مسائل الدرس ان شاء الله. مساله هجونه ثنائيه اجري التهجين بين سلالتين صافيتين من نبات البازلاء الاولى ذات بذور ملساء ار كبيره صفراء اللون واي كبيره الثانيه ذات بذور مجعده ار صغيره خضراء اللون واي صغيره فكانت جميع نباتات الجيل الاول ملساء صفراء اي الصفتان الراجحتان الشكل الاملس واللون الاصفر بسبب ظهورها في افراد الجيل الاول بنسبه 100%. المطلوب اولا ما نمط هذه الهجون الثنائية بالنسبة للصفتين معا؟ ثانيا من أنماط الوراثية للأبوين وما احتمال أعراسهما؟ ثالثا من نمط الوراثي للجيل الأول ما احتمال أعراسه؟ رابعا وأخيرا ما الأنماط الظاهرية للجيل الثاني ما نسبها؟ وما الأنماط الوراثية المقابلة لها؟ بيّن ذلك بكتابة الصيغة العامة. نبدأ بأولا نمط الهجون هنا رجحان تام نقول لأنه ظهر في الجيل الأول صفة أحد الأبوين بالنسبة للشكل أملس مجعد الشكل أملس إذا رجحان تام رجحت صفة الشكل الأملس على المجعد وبالنسبة للون أيضا الأصفر رجح على الأخضر فنقول رجحان تام بالنسبة للصفتين. ثانيا النمط الوراثي للأبوين ولأعراسهما نمط الظاهر للأبوين من نص المسألة ملساء صفراء ضرب مجعدة خضراء الوراثي واي كبيره واي كبيره ار كبيره ار كبيره ضرب واي صغيره واي صغيره ار صغيره ار صغيره. ننتبه نستعمل الرموز المعطاة بنص المساله ولا نستعمل رموز اخرى. غالبا الطالب يخسر درجه واحده او نصف درجه احيانا من درجه المساله اذا غير الرمز. ننتبه لا نغير الرمز ننتبه للرمز جيدا. احتمال اعراس الابوين 1 على 1 واي كبيره ار كبيره ضرب 1 على 1 واي صغيرة ار صغيرة يكون النمط الوراثي للجيل الأول واي كبيرة واي صغيرة ار كبيرة ار صغيرة. أعراس الجيل الأول نقرأ الطلب مرة أخرى ما النمط الوراثي للجيل الأول وما احتمال أعراسه. النمط الوراثي للجيل الأول احتمال أعراس الجيل الأول قلنا هذا النمط الوراثي يعطي 4 أنماط من الأعراس ربع واي كبيرة ار كبيرة ربع واي كبيرة ار صغيرة وربع واي صغيرة ار كبيرة والربع الأخيرة واي صغيرة ار صغيرة. هنا لا نفعل كما فعلنا في الهجون الوحادية أي نهجن أفراد الجيل الأول مع بعضهم. أن أعراس الجيل الأول 4 أعراس إذا بدي هجنهم سيكون عندي 4 ضرب 4 16 نمط وراثي كما عملنا في شبكة بنت منذ قليل فلا يطلب 16 نمط وراثي و16 نمط ظاهري إنما يطلب بشكل مباشر. لاحظوا الطلب الرابع ما الأنماط الظاهرية للجيل الثاني. يقول طالب وكيف أعرف الأنماط الظاهرية إذا لم أضرب أعراس الجيل الأول كيف أعرف الأنماط الظاهرية والوراثية للجيل الثاني إذا لم أضرب أعراس الجيل الأول مع بعضها كما فعلنا في الهجون الأحادية. هنا يوجد قاعدة أحب أن أعلمها لكم. القاعدة قبل أن أقولها نعود للهجون الأحادية. في الهجون الأحادية قلنا إذا هجنا سلالتين يختلفان بصفة مثلا طويل ضرب قصير مثالنا الأول كان الجيل الأول كله طويل الجيل الثاني 3/4 طويل وربع قصير قاعدة يظهر في الجيل الأول
صفة أحد الأبوين في الرجحان التام، وفي الجيل الثاني ثلاث أرباع الصفة الراجحة وربع الصفة المتنحية. أي في الجيل الثاني يظهر ثلاثة أرباع النسبة للصفة التي ظهرت في الجيل الأول وربع الصفة التي اختفت. مثلا مثال آخر، أحمر ضرب أبيض، طلع الجيل الأول كله أحمر، يكون الجيل الثاني ثلاثة أرباع أحمر وربع أبيض، كبير ضرب صغير ثلاثة أرباع كبير وربع صغير، وهكذا. قاعدة في الهجون الأحادية، الجيل الثاني دائما يحمل ثلاثة أرباع الصفة الراجحة وربع الصفة المتنحية. هنا في الهجون الثنائية أيضا نتعلم قاعدة، الجيل الثاني أنماطه الظاهرية دائما نسبتها 9-3-3-1، 9-16، 3-16، 3-16، 1-16. والأنماط الظاهرية نقول في القاعدة التسعة اللي نسبة 9-16 تكون للصفتين الراجحتين. وين الصفتين الراجحتين؟ اللي ظهروا في أفراد الجيل الأول بنسبة 100%. يعني في نص المسألة أنا بعرف في الجيل الثاني 9-16 ملساء صفراء، والواحد على 16 الصفتان المتنحيتان، أي عكس الصفتين الراجحتين، وثلاثة على 16 وثلاثة على 16 هي التراكيب الوراثية الجديدة غير الأبوية. ممكن نكتبها بطريقة بسيطة بهذا الشكل، نقول الأنماط الظاهرية 9-16، عود لنص المسألة مرة أخرى ونبه، اللي ظهرت في الجيل الأول ملساء صفراء تظهر في الجيل الثاني بنسبة 9-16، فأكتب هنا ملساء صفراء. والواحد على 16 قلنا الصفتان المتنحيتان، فأكتب مجعدة خضراء. وثلاثة على 16 وثلاثة على 16 قلنا التراكيب الجديدة، فتكون ملساء مثلا خضراء ومجعدة صفراء. بالنسبة للتراكيب الثلاثة على 16 وثلاثة على 16 ملساء خضراء مجعدة صفراء، يمكن التبديل بينها، يعني يمكن كتابة المجعدة الصفراء هنا والملساء الخضراء هنا، أما ملساء الصفراء مجعدة خضراء لا يمكن التبديل لأن نسبة هاي 9، أي النسبة هنا 1-16، أما هنا النسبة متماثلة لذا يمكن التبديل بينهما. بالنسبة للأنماط الوراثية الآن نقول ما الأنماط الوراثية المقابلة لها، يعني للأنماط الظاهرية، بين ذلك بكتابة الصيغة العامة. نبدأ بالنمط الأول، ملساء صفراء. صفراء حتما واي كبيرة، صفراء يقول نقول واي كبيرة واي كبيرة أو واي كبيرة واي صغيرة، فالواي كبيرة موجودة، لا يمكن أن يكون اللون الأصفر إلا بوجود واي كبيرة. القليل الثاني المقابل لها قد يكون واي كبيرة وقد يكون واي صغيرة، لذا أضع هذه الإشارة الخط الصغير يدل أن الحرف الذي بقربها واي كبيرة أو واي صغيرة. ملساء آر كبيرة بنفس الطريقة، آر كبيرة آر كبيرة أو آر كبيرة آر صغيرة، لذا أضع خطا صغيرا. هكذا يكون النمط الوراثي للملساء الصفراء بصيغته العامة، واي كبيرة خط آر كبيرة خط. النمط الثاني ملساء خضراء، خضراء صفة متنحية واي صغيرة واي صغيرة، ملساء آر كبيرة أيضا خط. مجعدة صفراء، الصفراء واي كبيرة خط، مجعدة صفة متنحية آر صغيرة آر صغيرة. خيرا مجعدة خضراء هو نمط وراثي واحد، الصفتان المتنحيتان نقول واي صغيرة واي صغيرة آر صغيرة آر صغيرة. بهذه الطريقة نكون قد حللنا مسألة هجونة ثنائية. سنحل إن شاء الله في عندما نحل أسئلة الدرس نحل مسألة أخرى في الهجونة الأحادية وفي الهجونة الثنائية إن شاء الله. النظرية الصبغية، أكد العالمان بوفيري وسيتون في أثناء دراستهما أن انقسام المنصف عند تشكيل الأعراس واندماج الأعراس لتشكيل البيضة الملقحة أن سلوك الصبغيات يطابق تماما سلوك المورثات أو العوامل التي تحدث عنها ماندل، ومن هنا وضعت النظرية الصبغية، والتي تقول المورثات محمولة على الصبغيات وتنتقل عبرها من جيل إلى آخر. وفسرت قوانين ماندل حسب سلوك الصبغيات أو حسب النظرية الصبغية في انقسام المنصف عند تشكيل الأعراس، حيث
يفترق كل صبغي عن قرينه عند تشكيل الأعراس، وهذا يوافق قانون مندل الأول. تتوزع أشفاع الصفات بشكل مستقل عن بعضها عند تشكيل الأعراس، وهذا يوافق قانون مندل الثاني. تحوي العروس الواحدة أحد الصبغيين القرينين، وهذا يوافق مبدأ نقاوة الأعراس عند مندل. ثم وضع مورغان، العالم مورغان، تعريفا للصبغيات على أنها دقائق مادية تتوضع بصف خطي واحد على طول الصبغي الذي يحملها. هذا نقول تعريف المورثات حسب العالم مورغان. يمكن أن نأخذ تطبيق لحل مسألة بسيطة على النظرية الصبغية، تطبيقا للنظرية الصبغية. أجري التهجين بين سلالتين صافيتين من نبات البازلاء، الأولى أزهارها حمراء مع الثانية أزهار بيضاء، حمراء آر كبيرة، بيضاء آر صغيرة، فكانت جميع أفراد الجيل الأول حمراء الأزهار. أولا المطلوب ما نمط هذه الهجونة، ثانيا النمط الوراثي للأبوين ولأعراسهما المحتملة، والنمط الوراثي للجيل الأول حسب النظرية الصبغية، ثم جدول وراثي يوضح نتائج التهجين بين أفراد الجيل الأول. حللنا مثل هذه المسألة سابقا إنما بدون نظرية صبغية. الآن سنحل عن النظرية الصبغية. لن يختلف الحل كثيرا عن عما تعلمناه سابقا، إنما بدل أن نضع النمط الوراثي بدون صبغيات سنضع النمط الوراثي على الصبغيات فقط. هذا هو الفرق بين حل مسألة على النظرية الصبغية أو حل مسألة بدون نظرية الصبغية. إذن نحول المسألة على النظرية الصبغية. الفرق بينها وبين الحل بدون نظرية الصبغية فقط هو وضع الأليلات على الصبغيات. نبدأ الحل ونلاحظ أولا نمط الهجونة رجحان تام لأنه ظهر في الجيل الأول صفة أحد الأبوين. النمط الظاهري للأبوين من نص المسألة حمراء الأزهار ضرب بيضاء. النمط الوراثي نضع الصبغيات لأن نحول حسب النظرية الصبغية، الصبغيات شفع صبغي ضرب الشفع الصبغي. نضع الآن الأليلات على الصبغيات حمراء آر كبيرة سلالة صافية، آر كبيرة آر كبيرة ضرب آر صغيرة آر صغيرة. احتمال أعراس الأبوين، نظرية الصبغية تقول العروس تملك أحد الصبغيين القرينين، يعني كل الأعراس تملك هذا الصبغي. هنا أيضا صبغي واحد آر كبيرة آر صغيرة، يكون نمط الوراثي للجيل الأول بضرب أعراس الأبوين واحد على واحد آر كبيرة آر صغيرة. نمط الظاهري كله 100% حمراء الأزهار. تهجين أفراد الجيل الأول بنفس الطريقة أيضا، نمط الظاهري للجيل الأول نقول حمراء ضرب حمراء. النمط الوراثي، هذا النمط الوراثي للجيل الأول لا ننسى، نضع على الصبغيات آر كبيرة آر صغيرة ضرب أيضا شفع صبغي آر كبيرة آر صغيرة. احتمال الأعراس هنا نصف آر صغيرة زائد نصف آر كبيرة ضرب نصف آر صغيرة زائد نصف آر كبيرة. نمط الوراثي للجيل الثاني ربع آر صغيرة آر صغيرة نصف ضرب نصف ربع. نأتي أو نضع الصبغيين متقابلين زائد ربع آر كبيرة آر صغيرة زائد ربع آر كبيرة آر صغيرة أيضا، والربع الأخيرة آر كبيرة آر كبيرة. لو لاحظنا نفس حل مسألة الهجونة الوحادية تماما، إنما الفرق نضع الآن صبغيات، لا نضع الأليلات بدون صبغيات، أي الحل حسب النظرية الصبغية. نمط الظاهري ربع أي أزهار بيضاء وثلاثة أرباع أزهار حمراء 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 حمراء. هكذا نكون قد حللنا مثال تطبيقي على النظرية الصبغية. ويبقى في درسنا أن نحل مسألة هجونة ثنائية في مسائل الوحدة وأسئلة الدرس الأول إن شاء الله.